بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميعا بسم الله كده نتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. هندرس النهاردة مع بعض بإذن الله نتدارس درس من أهم الدروس في القراءة واللي ليه أثر كبير جدا في حياتنا وفي مجتمعنا في بلدنا. مش مجرد درس للامتحان بجد. الدرس ده لازم يكون مضاف إلى تفكيرك أثناء نموك العقلي والشخصي، وهو درس العلم والتقنية للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا. هذا الرجل أولا نتكلم عنه لأنه يعني له دور كبير في وضع هذا المفهوم عن العلم والتقنية. أحمد فؤاد باشا كان خريج جامعة القاهرة كلية العلوم، وراح روسيا وخد الدكتوراه في حاجة اسمها فلسفة الفيزياء، يعني حاجة غريبة كده، فلسفة الفيزياء، وحصل من هناك على الدكتوراه من روسيا، وعاد إلى هنا وعمل في مجالات كثيرة منها الأستاذية أو التدريس في الجامعة، بالإضافة إلى أنه كان أحد أعضاء المجمع اللغوي. وهو هذا المقال اللي بيتكلم عنه النهاردة اللي هو العلم والتقنية، مقال كان تحت باب سلسلة من سلاسل الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا تسمى بالتنوير العلمي. إذن كاتب المقال وهو الدكتور أحمد فؤاد باشا مهتم بالأمور العلمية وبالتنوير العلمي. وملحوظة سريعة أيضا أن الدكتور أحمد فؤاد من محافظة الشرقية، زقازيق يعني جنبنا. المهم أنه يكتب اليوم عن موضوع في غاية الأهمية، العلم والتقنية. واضح أن الناس كلها عارفة عن العلم. العلم هو الدراسة والتمحيص والاستقصاء والاكتشاف والنظريات العلمية حسب المنهج العلمي المبني على الملاحظة والتجربة والاستنتاج. ده العلم. أنا لاحظت شيء زي نيوتن كده، لما لاحظ أن التفاحة سقطت على الأرض كانت ملاحظة، وبعدين ظل يبحث حتى جرب وعرف ما يعرف بالجاذبية الأرضية، واستنتج منها ما يعرف بعجلة السقوط الحر وحسبها. كان يعني إضافة عظيمة للبشرية مسألة الجاذبية الأرضية وحسابها وعجلة السقوط الحر وقوانين الحركة التي وضعها نيوتن. هذا علم. أينشتاين عندما وضع نظرية النسبية التي أذهلت العالم وغيرت كثير من المفاهيم، وحسب سرعة الضوء ووصلنا بنظرية أينشتاين ونيوتن مجتمعين إلى الفضاء الخارجي. فلولا نيوتن وأينشتاين ما وصل الإنسان إلى القمر. أينشتاين عندما وصل إلى الانشطار النووي وحسب أو رياضيا وصل إلى ما يعرف بالقنبلة النووية أو بالطاقة النووية عموما، فهذا علم. فالعلم معروف هو المنهج البحث العلمي في الملاحظة والتجربة والاستنتاج. أما التقنية شيء آخر. التقنية هي تلك الأجهزة وتلك الإضافات التي أضافها العلم للمجتمع في صورة أجهزة يستفيد منها الناس. يعني الموبايل اللي شايله أنت، الجهاز المحمول، التليفون المحمول، ده تقنية. التلفزيون تقنية. المكوك الفضائي تقنية. فكل الأجهزة التي نستفيد بها في حياتنا وتسهل حياتنا وتعود علينا بالخير وبالراحة وبالرفاهية، هذه الأجهزة تسمى تقنية. وبالتالي تدرك من البداية أنهم الاثنين الكلمتين العلم والتقنية مرتبطين ببعض. فالعلم يؤدي إلى التقنية. وعلى فكرة في تغذية مرتدة بتحصل، أن التقنية بتؤدي للعلم تاني. يعني إيه؟ يعني لما العلم يوصل لدراسة الضوء وانعكاس الضوء وانكسار الضوء وتكبير الصورة، عملنا جهاز اسمه الميكروسكوب، صح؟ الميكروسكوب شفنا بيه خلايا وشفنا بيه تراكيب كان يستحيل علينا ان احنا نشوفها، فأدى للعلم. اذا العلم اوجد الميكروسكوب، صح؟ برضو لما اكتشف غيره التغذية المرتدة. ما معنى التغذية المرتدة؟ العلم يعطي التقنية فالتقنية تعطي للإيه؟ ترتد للإيه؟ للعلم فتعطيه أكثر. فلذلك الكاتب في بداية الموضوع قال لك أن العلم والتقنية وجهان لعملة واحدة، فلا تستطيع أن تفصلهما عن بعض. فالعلم دائما يؤدي إلى التقنية، يعني تقنية
يبنى كل ذلك يبنى على العلم والتقنية. فالصراع بين أكبر قوتين في العالم دلوقتي موجودتين روسيا وأمريكا مبني على الوصول إلى نظريات وإلى قوانين وإلى معرفة أشياء في العلم تنتج تقنية وتنتج سلاح يفوق أو يتفوق على الدول الأخرى. فأصبح الصراع الآن العسكري مبني على التنافس في العلم والتقنية. فمن أين يبدأ أو من أين تبدأ القوة؟ إن القوة تبدأ من مختبرات العلماء. فلذلك هاتان الدولتان يهتمان جدا بالعلماء ويغدقون عليهم أموال والحماية والسلطة بل والاحتكار أحيانا بالمعلومات التي يصلون إليها لكي ينمو بمجتمعهم نموا عسكريا. على فكرة كمان في نمو اقتصادي بيحصل نتيجة العلم والتقنية. طبعا هي ألمانيا اقتصادها كله مبني على إيه؟ مبني على الصناعات اللي بتعملها، الصناعات اللي بتصدرها. لما بتشتري عربية المرسيدس أو البي إم أو غيره ده إيه؟ ما دي تقنية. التقنية دي مبنية على إيه؟ مبنية على علم. لما بتورد لك مثلا عربية ولا آلة بتسفلت الشارع 20 كيلو في 12 ساعة في حين أنت كنت بتسفلت 2 كيلو في 3-4 أيام، فلما تورد لك المكنة ديت، المكنة ديت بتكسب فيها منها فلوس كتير. إذن هي بتوفر يعني زي ما نقول إيه، بتكلف المكنة دي مثلا مليون دولار، بتبيعها لك ب5-6 مليون دولار. مين العائد ده بيروح فين؟ في خزينة الدولة. خزينة الدولة لما تتملى ما يبقاش عندها عجز في الميزان الاقتصادي بتاعها، وبالتالي تقدر تصرف لشعبها إيه؟ إعانات وبطالة ومش عارف إيه، والتعليم يبقى كويس. طبعا كل ده بيعود على الإيه؟ على خدمات الدولة. إذن لماذا يرتقي أو المدارس في ألمانيا فيها رقي وفي غير ألمانيا؟ أنا بضرب لك مثال قريب. لماذا هؤلاء يتمتعون بهذا الرخاء الاقتصادي؟ بسبب العلم وبسبب الإنتاج وبسبب التقنية. هو ليه الدولار بسبع جنيه؟ الدولار 7 مرات قد الجنيه ليه؟ مثلا ليه؟ ولسه ولو اتساب، لو اتساب على حقيقته ممكن يوصل لأكتر من كده كمان. ليه؟ عشان هم مش محتاجين للدولار. انت بتحتاج للدولار 7 مرات، هم بيحتاجوا للجنيه بتاعك مرة. هو معدي من قناة السويس أو جاي سياحة، لكن انت بتحتاجه 7 مرات في استيراد لبن أطفال واستيراد مكان واستيراد واستيراد واستيراد. فهمت ليه الجنيه؟ يعني ايه جنيه ودولار؟ يعني ايه جنيه؟ يعني ايه الدولار 7 مرات قد الجنيه؟ دلولة كمان في سياسات كده ربط حجم الدولار، دلولة كده كان الدولار وصل لأعلى من كده بكتير. إذن قوة العملة بتاعت بلدك بتستمد قوتها منين؟ بتستمد قوتها من إنتاج، والإنتاج مبني على إيه يا جماعة؟ مبني على العلم. إذن الشباب لا شك أن القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وبالتالي السلام والأمل الاجتماعي، ما هو لما يبقى عندي قوة عسكرية كويسة وعندي قوة اقتصادية كويسة والناس عايشة كويس، أكيد اجتماعيا الناس هتبقى إيه؟ هتبقى عايشة في رخاء وفي سلام، وهيبقى ينتشر نوع من العدل والسلام. فإذا كل ذلك سببه الايه يا شباب؟ ها العلم. عشان في شباب كتير لك احنا بنتعلم ليه؟ احنا نعمل ايه بالعلم؟ واحنا بنتعلم ليه؟ نتعلم ليه ايه؟ فالعلم اساس. حتى في الدين نفسه العلم له مكانة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة وفي غير ذلك، ولكن هذا الموضوع لا يتناول الموضوع من جانب ديني بل يتناول الموضوع من جانب علمي بحت، ولا تعارض بين الدين والعلم. فعرفنا أهمية العلم، يبقى احنا درسنا دلوقتي فكرتين. الفكره الاولى ترابط الكلمتين اللي هم العلم والتقنيه ببعض، قلنا بينهم تغذيه مرتده، ان العلم يؤدي الى التقنيه والتقنيه تؤدي الى الايه؟ الى المعلومات. الحاجه الثانيه اهميه العلم للايه شباب؟ للمجتمعات. طيب يا استاذ عرفنا الاهميه، ايه معوقات العلم في مجتمعاتنا الناميه؟ المجتمعات الناميه اللي هي الدول العربيه معظمها وبعض دول شرق اسيا وبعض دول برضو امريكا اللاتينيه وغيره، يعني الدول كتير الناميه كتير مش احنا بس. طب الدول الناميه ديت ايه المعوقات اللي قدامها؟ بصوا يا جماعه في 3 معوقات كارثه في بلدنا والبلاد المجاوره. قصور التعليم، العشوائيه، سوء الاداره. دول ال3 حاجات اللي الاستاذ دكتور احمد فؤاد ركز عليهم قوي في سبب تخلفنا وبسبب ان احنا دايما متخلفين اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وعلميا واشياء كثيره. نيجي اول حاجه قصور التعليم. ما معنى قصور التعليم؟ يبدأ من المناهج للمدارس للاهتمام بفكرة التعليم أصلا لوضع أولوية التعليم في البلد. يعني أنا ممكن البلد تبص لها أو الإعلام نفسه ممكن يعني يسلط الضوء على لاعب كرة جاب جون، ها، وما يسلطش الضوء على طالب اخترع فرق كبير جدا وراح سجله علميا وسجله الدكاترة بتاعت الجامعة اتفقت عليه وقالوا له صح أنت كويس. تلاقي الناس كلها بتتكلم عن ان واحد جاب جون، ها، وياخد بقى يعني زي ما تقول بقى انت عارف بقى المكافئات قد ايه والشهره قد ايه والنجوميه قد ايه، بينما
هذا المخترع الصغير أو هذا الموهوب لا يحظى بأي رعاية والاهتمام. فقصور التعليم وعدم الاهتمام به من الإعلام وعدم الاهتمام به من الدولة وعدم وضعه رقم واحد من أولويات الدولة، لأن تعتبر كده التعليم أهم من العسكريات، صح؟ يعني الجانب من الأهم الوقتي، من الذي ينهض بالجانب العسكري؟ من الذي ينهض بجانب العلم؟ يبقى لابد أن نهتم بالتعليم والبحث الإيه؟ البحث العلمي. الحاجة الثانية اللي قال العشوائية، يعني إيه العشوائية؟ عدم وجود خطة ثابتة تنفذ حتى عبر الوزراء. للأسف الشديد معظم استراتيجيات التعليم في الدول النامية مبنية على الوزير اللي ماسك، يعني الوزير ده إيه اتجاهاته تلاقي العلم يسير في هذا الاتجاه، الوزير ده اتشال لظروف معينة وجي وزير تاني يبدأ تاني لعبة السلم التعبان، نبدأ من الأول تاني وحاجة يحط استراتيجية جديدة. فبتغير الأشخاص اللي بيحصل تتغير السياسات بتاعة التعليم، في حين إن المفروض إن يبقى في البلد حاطة 20-30 سنة إن إحنا هنمشي بالطريقة دي في التعليم، وفي خطة 1-2-3 من 2005-2010 هنعمل، من 2010-2015 هنعمل، من 2015-2020 هنعمل، والوزير اللي جاي ده مجرد إيه؟ منفذ لهذه الإيه؟ الخطة، لكن ده ما يحصلش، في عشوائية. ده غير العشوائية ما بين الوزارات. يعني المفروض ان يحصل تكامل ما بين وزارة التعليم وزارة الصناعة وزارة الزراعة وزارة الدفاع، ما فيش اي مشكلة خالص ان الكل يصب في النهاية في مصلحة البلد، لكن طبعا ده مش موجود. بتلاقي كل وزارة بتتعامل كأنها جزيرة منفصلة عن الوزارات الاخرى، بينما في البلاد المتقدمة بيحصل سرعة تنسيق ما بين الوزراء والحل لو كان عنده وزارة الدفاع تحله، لو عنده وزارة الزراعة تحله، المهم الحل فين. فلذلك العشوائية. الكارثة الثالثة ودي أكبر سبب وأكبر مصيبة في مصر تحتاج لثورة فعلا، الإدارة، سوء الإدارة وتصلب الأفكار القديمة وبطء اتخاذ القرار. انت علشان تطلع تصريح مثلا بأنك تعمل حاجة ممكن تفضل تلف سنة سنتين وما يطلعش، بطء، البطء الشديد جدا. ده لو انت عندك مشروع، يعني مثلا لو انت عندك مشروع حلو ونفسك مشروع حلو بجد، مشروع حلو واستشرت فيه الناس، مش عايز اقول لك فكره حماسيه وخلاص، على بال ما تروح تاخد التصريحات بتاعه المشروع ده كارثه كارثه. فيا جماعه سوء الاداره بيؤدي الى اهدار الامكانيات، بينما حسن الاداره مع الامكانيات القليله بيؤدي الى اروع النتائج. يعني بص تلاقي في مثلا بعض البلاد، بجد والله بعض البلاد لها حتت كده زي منتجعات كده، يعني زي جزر كده ولا بتاع جزيره كده، شويه بحر وشويه شمس وهواء وخلاص على كده، وما فيش اي اثار بقى ولا مناخ زي، والمناخ هناك زي الزفت، يعني ساقعه وثلج وغير. بس في ناس بتشتغل صح، ناس بتعمل اعلانات صح، في شركات شغاله كويس قوي، تلاقي ان الفنادق اللي في الاماكن دي ما فيش مكان لحد يقعد، السياحه رهيبه. بينما انت عندك في مصر إمكانيات سياحية مهولة، أنت عندك ثلث آثار العالم، عندك هوس الفراعنة اللي الناس العالم كله مهتم بيه، عندك أسوان والأقصر دي لوحدهم ممكن كده يدخلوا مصر دخل رهيب جدا. بس إيه المشكلة؟ سوء الإيه؟ سوء الإدارة. فأنت عندك إمكانيات وما عندكش إدارة، يبقى ما عندكش حاجة. لكن إمكانياتك بسيطة وعندك إدارة يبقى عندك كل حاجة. يبقى مين الأساس يا شباب؟ الإدارة. فلذلك مصر تحتاج لثورة إدارية تغير مفهوم التصلب والبيروقراطية والوسطة والمحسوبية وبطء اتخاذ القرار إلى مفهوم آخر يعتمد على السرعة في اتخاذ القرار وعدم العشوائية. يبقى إذن الشباب دلوقتي خدنا، قلنا تاني عشان بس بنتوش في الدرس، خدنا يعني علم، يعني إيه تقنية، مدى الارتباط بين الكلمتين، خدنا كمان أهمية العلم للمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، وعرفنا أنه هو الأساس في التقدم في كل حاجة. خدنا كمان المعوقات اللي في الدول النامية، والكاتب هنا حصرهم في خلال درسنا في ثلاث حاجات، يعني حاجات كتير بس الكاتب هنا حصرهم في ثلاث حاجات، اللي هي الشباب قلنا قصور التعليم وعدم اهتمام بالمناهج وطريقة التعليم والمبنية على الحفظ وغيره. حاجة تانية اللي هي العشوائية وعدم التنسيق بين مفاصل الدولة الأساسية. الحاجة الثالثة والأخيرة شباب اللي قلناها دلوقتي اللي هي سوء الإدارة، وأنا بعتبرها أسوأ الأشياء، لأن لو حسنت الإدارة حسن التعليم وانتهت العشوائيات وانتهى عدم التنسيق بينهم. النقطة اللي بعد كده بقى، طب العلاج إيه؟ يعني زي ما احنا عرضنا، احنا عندنا مشاكل، عرفنا أهمية العلم وعرفنا المشكلة عندنا، وده المنهج العلمي في التفكير، بنعرض القضية ونشوف أسبابها ونحط علاجها. يعني المنهج العلمي في التفكير مبني على كده. العلاج الكاتب بدأ بأول حاجة الرعاية، الرعاية من الدولة ووضع العلماء والطلاب والأساتذة في مقدمة المجتمع. دي أهم نقطة، إن إعلامنا يركز على
الموهوبين والموهوبين في العلم، ان اعلامنا يبطل بقى التركيز على المطربين وعلى اللاعبين وعلى الراقصين وعلى دي هوايات ليست من اولوياتنا الان. يعني تخيل انسان معاه 1000 جنيه والمفروض ان اولاده عايزين ياكلوا ويشربوا يروح يشتري بيهم موبايل، يبقى ده حاطط اولويات؟ لا ده مش حاطط اولويات، انت رحت جبت حاجه رفاهيه وسبت الحاجات الايه الاساسيه. بلدك محتاجه ايه دلوقتي؟ محتاجه عرب ايدول؟ محتاجه بجد ولا مش بهزر؟ محتاجه مطرب يطلع والدنيا تتقلب ان مطرب واحد صوته حلو وخلاص على كده؟ ايه يعني مشكله؟ ايه واحد صوته حلو؟ في الاف من الناس صوتهم حلو. خلي الراجل السوري اللي خد العرب ايدول ده عمل ايه لبلده؟ عمل ايه؟ ايه في النهايه؟ واحد جاب جون في ودخلنا امم الافريقيه، ايه اللي حصل؟ يا جماعه في الاسف الشديد، للاسف الشديد مفهوم التفوق بدا يتغير في نفوس الشباب. يعني التفوق ما عادش ان انا اطلع الاول، التفوق ما عادش ان انا اجيب مجموع، التفوق ما عادش ان انا ابقى مرموق في مجتمع ويشار الي ان هذا الطالب شاطر وواعد وان شاء الله مستقبله. التفوق دلوقتي عاد في مفهوم الشباب ان ابقى قدام الكاميرات، وللاسف الاعلام السيء عاد بيركز على هذا المفهوم فقط. فاذا الشباب يجب ان توضع الاولويات، فيوضع استاذ الجامعه في البدايه، ويوضع طالب العلم الجيد في البداية، ويوضع الأستاذ المخلص في البداية، ويعود لكل ذي فضل فضله، لأن دي من علامات الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا عكست الأمور. فلذلك الكاتب بيقول لنا أول حاجة الرعاية ووضعها في أولويات الإيه؟ المجتمع، ودي وظيفة الدولة ووظيفة إعلام. الحاجة الثانية الفهم الصحيح للإنجاز التقني، دي نقطة جميلة من الكاتب رائعة. فلنفرض إن إحنا بدأنا نضع الرعاية لطالب العلم والأستاذ وللبحث العلمي، وبدأت يبقى فيه إنتاج. قلنا خلي بالكم يا جماعة، أول منتج هتنتجوه ليس معنى أنكم وصلتم. ليه؟ إذا لم تنتج بعد الإنتاج الأول إنتاجا أقوى فسوف تنمحي وتزول. لأن بعض الدول أو بعض الأفراد حتى ما بينجح نجاحه بيكون سبب في تكاسله وتراخيه، وهو لا يعلم هذا المسكين ان اي نجاح في الدنيا بياخد مرحله يصل الى الذروه والقمه ثم في النهايه ينزل الى القاع. لو ما عندكش الخطوه الثانيه خلاص يبقى انت خلصت. شركات كبيره وقعت في هذا الفخ، اضربكم مثلا يعني مثلا بره الدرس بس موجوده، شركات نوكيا مثلا، نوكيا تليفونات نوكيا دي انت لو تعمل 5-6 سنين كده كان العالم كله تقريبا اشتري نوكيا. نوكيا دي كانت اغنى شركه في العالم خلاص، وكان هو الموبايل الوحيد، وكان سامسونج وغيره ده كان يعني موبايلات كده ايه كده في البدارين كده محطوطه شكل بس كده. اللي حصل ايه في نوكيا؟ ما طورتش، ما بحثتش، ما عملتش الخطوه القادمه. تمام، ايه اللي حصل؟ راح نازل الاندرويد، وراح تنزل سامسونج، وراح تنزل عامله سامسونج والاندرويد طبعا ده حاجه جديده خالص، بدات الناس اسهل، بدا فيها تقنيات احلى واكثر سعاده للمستهلك. ما فيش في نوكيا الخطوه القادمه، ايه اللي حصل؟ الناس فضلت تتفرج على ها طب انت عندك ايه؟ مفيش. عندك ايه؟ هو مفيش. لا خلاص، ايه اللي حصل؟ بقت نوكيا في الارض، وبقت تانية المبيعات التانيين عدت الى اعلى عليين، وده مصير اي انجاز تقني لا يراعي الخطوه القادمه. اذا ماذا علينا عندما ننجز خطوه في الانجاز التقني؟ ان نفكر سريعا ومباشره في الخطوه الايه القادمه، لان مصير اي انجاز تقني في الدنيا انه سوف ينتهي، لان التطوير المستمر هو الذي يحافظ على تقدمك. فده اللي هي فهم او النقطه الثانيه بعد رعايه الموهوبين، فهم الصحيح للانجاز يا شباب، للانجاز التقني. الحاجه الثالثه اللي اتكلم فيها الكاتب التدريب المستمر ورفع كفاءات العماله والمهندسين وغيرهم للتعامل مع التقنيات الحديثه. يعني احنا بنستورد تقنيات مش كده؟ وللاسف ان احنا بنستوردها، بس لازم يكون الموظف او المهندس اللي هيتعامل مع الاله المستورده يكون متعلم على قدر ان يتعامل مع الاله المستورده، لان الاله المستورده دي عباره عن ايه؟ انجاز تقني هائل، مجموعه من العلوم الهائله المحطوطه فيه. يعني تخيل مكنه كبيره جايه مثلا لسفلته الطرق، او كمبيوتر حديث، او مصنع جديد، او تقنيه جديده في الصناعه، طريقه جديده في الصناعه. طب ما انا لو عندي مهندس متعلم في جامعاتنا ما يعرفش حاجه عن التقنيه ديت، عمره ما يعرف يتعامل مع الاله، وطالما ما بتعرفش تتعامل مع الاله عمره ما هيعرف ينتج بيها. اذا ما المطلوب ايضا؟ ان نتعامل مع التقنيات الحديثه، لا نرفضها. وصحيح نحن مستهلكون في هذه اللحظة، لكن علينا أن نستهلك الاستهلاك الذكي، علينا أن نفهم ونعي وندرب عمالتنا. لذلك الأجهزة دي لما بتيجي بيحصل إيه؟ بيحصل دورة،
دوره للمهندسين يتعاملوا في اي فين في الشركه اللي منتجاها، يروح المانيا يقف مع المهندس المختص ومع ناس تفضل تشرح لهم التقنيات اللي في المكنه دي. بس انت متخيل بقى الراجل المهندس ده هيبدا يجيب بقى سبوره اقول لهم 1 2 3 ده مش كده كله بفلوسه. فلازم الراجل ده يكون قاعد مهيئ انه يفهم سرعه الشرح ده عشان يجي يتعامل مع الاله. علشان خلي بالك الاله دي كمان 3 4 سنين انت عايز تغيرها لان في تقنيات جديده ايه ظهرت وهكذا. اذا العلاج فينا شباب عشان ما نبقاش نتكلم الكلام كتير ينسي بعضه بعضا. العلاج فينا شباب، اول حاجه بالرعايه ووضع التعليم والعلماء في الاول. اول حاجه في بلدنا لازم نهتم بها التعليم والعلماء. الحاجه الثانيه ان احنا نفهم حقيقه الانجاز التقني، ان كل انجاز تقني لابد ان يعقبه او نفكر في الخطوه القادمه لانه لا محاله سيضمحل ولا بد من التفكير في الخطوه القادمه. التدريب المستمر على التعامل مع التقنيات الحديثه وعدم الوقوف على خطوه او على عتبه الاستهلاك. لابد ان ننتقل من التعامل مع التقنيات الحديثه، ان يستفز ذلك في داخلنا، ان يستفز ذلك في داخلنا ايجاد مثل ما يجدون هؤلاء. تاني الحته دي مش احنا بنتعامل مع التقنيات وبنتدرب عليها ومواكبين للعالم وشايفين بيعمل ايه؟ لابد ان يكون هناك فريق موازي يدرس هذه التقنيات ويستفيد منها ويحاول هو الاخر ان يكتشف وان يوجد الجهاز الخاص به هو، لا يقف عند مرحله الايه؟ مرحله الاستهلاك. لان الكارثه الكبرى اننا نتباهى دائما اننا نستخدم احدث الاجهزه. لا نتباهى باننا ننتج احسن الاجهزه. طول ما انت بتتباهى بانك بتستخدم احدث الاجهزه انت في ذيل القائمه. لانك تستهلك ولا تنتج. للاسف الشديد على فكره دي نبره فخر. يعني واحد يقول لك ايه؟ انا يطلع مسؤول عن الحكومه يقول لك احنا مستوردين احدث الالات عشان تتعامل. كلمه احدث دي بتخطف السامع، ان الراجل ده يعني عمل اللي عليه، ان احنا ماشيين كده على الطريق الصحيح، ان احنا كده تمام. طالما بنستهلك او بنستخدم احدث الاجهزه يبقى احنا كده متقدمين. لا طبعا، هذه المقولة مقولة مضللة. هذه المقولة تعتبرنا أو ستجعلنا دائما في نهاية الطابور. طول ما احنا بنستهلك أحدث التقنيات نحن في نهاية الطابور. لابد أن ننتقل من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الاكتشاف، إلى مرحلة المعرفة، إلى مرحلة الإضافة. فالكاتب بيؤكد جدا على النقطة دي. بلاش بس ما رفضش التعامل مع التقنيات الحديثة صح؟ طالب بالإيه؟ ها؟ بالتدريب الإيه؟ المستمر. لكن في نفس الوقت بالموازاة مع التدريب المستمر على التقنيات الحديثة ان احنا لازم نوجد العقليات اللي توجد او تضيف. فاهم رسالة العلم يا جماعة؟ كاتب بعد ده بيقول لنا لازم نفهم ولادنا رسالة العلم الاساسية. رسالة العلم مش انك تاخد شهادة وتعلقها على الحيطة يعني تزهو بها. رسالة العلم مش انك انت تقول انا الدكتور فلان او انا المهندس فلان، مش دخول كلية. رسالة العلم الأساسية بص بيقول لك ايه؟ نقل التقنية إلى قوة فعالة تطور المجتمع وتدفعه الأمان. يعني أنا التقنية بتاعتي أبقى عندي مبادئ معينة عايز أنفذها في المجتمع، عايز مجتمع نظيف، أنا عايز أمشي في الشارع نظيف، ما لاقيش فيه لا حاجة متكسرة ولا ما هو مجتمع بيبدأ من هنا النظافة. طب النظافه تيجي بايه؟ بالعربيات الحديثه، بالالات الحديثه. ابعد بقى الراجل الزبال ده اللي بيمشي في الشارع يلم ويجي له امراض. ما عادش في حاجه اسمها كده في المجتمعات المتقدمه، ما عادش في انسان يلم الحاجات دي بايده، خلاص انتهت. دلوقتي في تقنيات حديثه تلم الحاجات دي، حافظت على صحه الراجل ده وعلى ادميته، وفي نفس الوقت المجتمع دائما نظيف لان الاله ما بتتعبش. الاله ممكن تشتغل 24 ساعه. يبقى انا حققت ايه المجتمعي؟ بالعلم حققت ايه المجتمعي؟ حققت النظافه، حققت جمال. الناس لما تشوف المجتمع نظيف وجميل هيبدا عندهم ابدا انا اقول له ما ترميش حاجه، هيبدا يستجيب لي بقى. ليه؟ لان فعلا المجتمع بقى نظيف وجميل. يبقى اذا رساله العلم يا جماعه هي تطوير المجتمع، او بمعنى الاصح استخدام التقنيه في كل ما يفيد هذا الايه؟ هذا المجتمع. كمان عرفنا ادراك العلاقه المتبادله بين العلم والتقنيه صح؟ وعرفنا ان العلم يؤدي للتقنيه والتقنيه يؤدي للعلم، ودي بنسميها التغذيه الايه يا شباب؟ المرتده اللي انا قلتها في اول الحصه. الفكره الاخيره اللي هو الكاتب لا يا جماعه للاستهلاك فقط، بل لابد من الايه؟ من الانتاج. لازم نصل الى عتبه الانتاج. فافكار الدرس قدامك اهي، اول حاجه ترابط بكلمتين، كلمه العلم والتقنيه. ثاني حاجه اهميه العلم للمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا كما وصفنا.
المعوقات اللي امام الدول الناميه وهي ثلاثه: معوق قصور التعليم، والمعوق الثاني العشوائيه وعدم التنسيق، والمعوق الثالث هو سوء الاداره. العلاج في رعايه الدوله بوضع العلم في الاولويات، الفهم الصحيح للانجاز التقني ان اي انجاز تقني لابد ان يعقبه انجاز تقني اخر، التدريب المستمر على التعامل مع التقنيات الحديثه، الانتقال من مفهوم التعامل مع التقنيات الى البحث والاكتشاف. لان في حته كمان مهمه قوي الكاتب قالها في الحته دي، البحث والاكتشاف مش بيؤدي بس ان احنا نستغل الموارد اللي عندنا، لا ده ممكن يدينا كمان مواد جديده ما كانتش موجوده اصلا. يعني العلم مش واصل مش فقط ان انا اكتشف بترول او ان انا استخدم الفوسفات والمنجنيز والحديد، ده علم صح ولا لا؟ واطلعه وامسك الالات دي المواد دي واحولها لحاجات، ماشي ده علم. لا، في مواد جديده ما كانتش مش موجوده اصلا. يعني الكيمياء ممكن تنتج لك ماده مش موجوده اساسا، هو البلاستيك ده موجود اصلا؟ طبيعه البلاستيك ده بروح استخرجه من حاجه، ولا هي ماده مصنعه من لدائن معينه او من مواد معينه بحولها لماده تانية خالص؟ صح. اذا انا ممكن بالعلم مش استفيد من الموارد الموجودة بس، لا ده انا اوجد موارد ايه كمان، موارد جديده لم تكن موجوده اصلا. فلذلك يا شباب العلم خطير جدا، وفعلا صدق الله العظيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ربنا قال في القران: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، مش درجه واحده، ده ايه كمان درجات، انما يخشى الله من عباده العلماء. اياكم ان تستهينوا بقيمه العلم، واياكم ان تظنوا ان من يتعلم كمن لا يتعلم. واذا وجدت في طريق العلم الصعب بقى استحمل بقى، اصل الثمره كبيره قوي، ثمره كبيره قوي لدرجه انك لازم تصبر عليها، لانك انت لو صبرت عليها توصل لحاجه جميله قوي وحاجه كبيره قوي. بس ما يكونش الغرض هو دخول الجامعه بس، ها يعني العلم ده اكبر من انك تدخل جامعه وبس. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده درس العلم والتقنيه تم بحمد الله.